السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم لكم عن شيء مختلف ما تكلمت عنه قبل وقناتي وهو أندرويد. طبعا بما أني استقريت على توزيع لينكس وصار عندي إمكانية إني أسوي شرح على الأندرويد، وأيضا بأن الأندرويد واحدة من توزيعات لينكس فأنا لينكساوي راح أتكلم عنه. اليوم راح أتكلمكم عن برنامج اسمه جو لونشر. اللي يعرف برنامج الجو لونشر خلاص سكر الفيديو هذا، واللي ما يعرفه يعرفه. برنامج الجو لونشر هو بيئة سطح مكتب، يعني افضل من اي بيئه ثانيه. خلونا نحمله ونشوف ايش المميزات اللي بوب. طبعا راح نروح لهم البلاي ستور او البلاي جوجل، ما ادري شو اسمه، بلاي ستور. اوكي، اكتب بالبحث هنا جو لونشر بالشكل هذا وابحث، راح يجي لك الجو لونشر. طبعا هذا هو جو لونشر اكس. انستول، اكسبت اند داونلود، منتظر لين يخلص. وبعد ما يخلص تضغط على زر الهوم بالجوال عندك. طبعا انا ما استخدم الجوال فعندي الازرار هنا بشكل سوفت. طبعا يتميز اللونشر هذا عن غيره بسرعته، سرعته وسرعة تحديثه بنفس الوقت، انه يعني بين وقت الثاني يجيك تحديث جديد بنفس الوقت، ما في اعطال ولا في اي مشاكل تسبب لك بالنظام. طيب بعد ما انك ذا تضغط زر الهوم اللي هو زر اللي عليه صورة البيت هذا او زر الانتقال لسطح المكتب عندك، راح يخيرك الحين بين الجو لونشر واللونشر الافتراضي عندك. راح نختار الجو لونشر هنا. اوكي، شيء طبيعي اول ما تحمل الجو لونشر يعطيك بعض التحديثات، نقول لك احنا سوينا وسوينا وهذه بعض التعليمات. بالنهايه راح يقول لك انه سعد. طيب اوكي، هذا هو شكله. تمام، خلينا نشوف وش البرامج، مش طريقه عرض البرامج مختلفه نوعا ما. راح يكون من اليمين لليسار لو تشوف، يعني ايضا سطح المكتب مختلف. لو اننا ضغطنا على الهوم مره ثانيه راح يكون عندنا امكانيه. اوكي، هذا سطح المكتب. طبعا سطح المكتب ممكن نسوي له تأثيرات كثيرة. طريقة التأثيرات بسيطة، اللي عليك تسويه انك تضغط على الخيارات بالشكل هذا، تروح لم بريفرنسز، اروح لم الفيجوالز، لا افكت سيتنجز، هوم سكرين. في هنا تأثيرات كثيرة، من ضمنه اللي هو كيوب اوتسايد اللي هو بشكل مكعب راح يكون سطح المكتب عندك. خلونا نحط هذا افتراضي. فلو بدلنا الحين سطح المكتب راح تلاحظ انه يمشي معي بشكل مكعب. طبعا هذه واحدة من الخصائص. الخاصية الثانية انه في بعض الاضافات الممتازة جدا تجمعه. فخلونا نشوف بعض الاضافات مثل الثيمات. لو ضغطنا على ثيمز راح يفتح لك ثيمات. طبعا هذه ثيمات مدفوعة وفي ثيمات مجانية، فاضغط على مور، اختر اللي تبي يبحث لك بالجوجل بلاي او تبي بالجو ستور. بالنسبه لي راح افضل ابحث بالجو ستور علشان يجيب لي اللي ابي. اوكي، نرجع لما الجوجل بلاي ولا تزعل. اوكي، راح نبحث طبعا عن الجو لونشر. هنا جو لونشر ثيم، هذا كله جو اس ام اس. اوكي، نفترض هذا، معناه الظاهر شكله مو بزين. طبعا بعد التحميل نرجع لما السطح من جديد بنفس الطريقة، خيارات، تختار ثيمز، راح يطلع لك الحين الثيمات المحملة عندك بالنهاية في المكان هذا. اضغط على الثيم اللي تبيه، بعدين اضغط على ابلاي وانتظر شوي بس لانه يعدل الموضوع لك. لاحظ انه غير لك الثيم بشكل كامل. من المؤثرات الموجودة او من الخصائص الموجودة ايضا بالمشغل هذا، خلونا نشوف ريفرنسز. راح للفيجوال سيتنجز، في هنا تغيير الخلفية الحالة، ممكن تعيير الخلفية ونوع الخلفية، وايضا الخلفية بالهايلايت ايكون بنفس الوقت. طبعا هنا اشياء زي ما تقول
نادرة استخدامه، لكن اللي بالنسبة لي والهمن أول شيء، هل سطح المكتب راح ينقلب معي إذا قلبت جوالي ولا لا؟ يعني إذا حط جوالي بالعرض. بالنسبة لك أنت خلي أوتو روتيشن بحيث لو قلبته ينقلب معي. إذا ما تبي يقلب طبعا تلغي الخاصية هذه عن طريق الإعدادات. أيضا كان تبي من أيقونة تطلع، زي ما شايف قبل شوي كان فيه أربع أيقونات تحت، ولا يشيل أكثر من أربع أيقونات بالعرض، لكن ممكن حنا نضيف ونخليه يضيف مثلا سبع أو ست. ست حلو، ست هذا الإعدادات الخاصة بي ست. فنجي من هنا نحط كاستم جريد، وبعدين هذا الرو اللي هو الصفوف، وهذا الكولم، الكولم اللي هو يجيب الطول والعمود، تمام. ولا هذا انا احب احطه 8. اوكي راح نشوف الحين شو يصير. لاحظ ان صار عندي امكانية اني اضيف ايقونتين بزيادة، ليش؟ اني حطيت 6، فراح يصير عندي امكانية اضافة 6. ايضا صار عندي امكانية اني يعني زي ما تقول اكبر الاضافات هذه وتاخذ مكان اضافي. ايضا في امكانية باللونشر هذا، انا ممكن اني امدد، طبعا ماني منبع الجوال فما اقدر امدد، لكن بعد الضغط راح يطلع لك ريسايز، فاضغط عليه تقدر تكبره. بنفس الوقت ممكن تدعم هي خاصية السحب والفلات، فممكن اني اضغط على اللونشر بالشكل هذا واحطه بالصفحة اللي ابي، راح يكون عندي موجود هنا. باقي عندنا طبعا هو مليان خصائص، لكن باقي عندنا خاصية اللي هي قائمة البرامج اللي App Draw Settings. قائمة البرامج 4x4 5x5 حلو، هل تبي بالعرض أو بالطول، تمام. أيضا نوع المؤثر، مؤثر الانتقال ممكن تختاره عن طريق اللي هي Effects Effect Settings App Draw، هذا هو طبعا ديفولت هو. لكن في اشياء كثيرة ممكن تحط ويند ميل، فلاحظ شلون طبعا ما حتقدر تغير. خلونا نتأكد بس ان غيرته. هذه اللي قبل شوي كانت خاصية الفتح مو خاصية التحريك، لانك لاحظ لو جيت افتح وتسكره راح يكون بالشكل هذا، لكن خاصية التحريك اللي هي الثانية، وانا غلطت. افكتس هذا هو. في صراحة مؤثرات كثيرة، بالنسبة لي أحب أحط راندوم يعني عشوائي، بحيث إنه كل مرة يعطيني تأثير على كيفي. فهالمرة راح يعطيني التأثير هذا، المرة الثانية نشوف شو بيطلع. أوكي المرة أسطوانة. اللونشر فيه مميزات كثيرة بصراحة، راح تكتشفها مع الوقت يعني سرعته واستقراره. شكرا لمتابعتكم. أي اقتراحات او اي شروحات تبون على الاندرويد انا مستعد اقدمه. شكرا لمتابعتكم، اللايك والسبسكرايب.